انا السلف ولا بقناه السكن وبغى انا ملي يسلم عنده يسلم الحقوق الملي نطلب المسامي عندنا اللي محتاجين احنا ملي من اجل المساهمه في تلبيه هكذا مطالب. تاتي القافله التواصليه لمؤسسه محمد السادس للاعمال الاجتماعيه لموظفي الامن الوطني الى الداخله في محطتها 27 من محطتها عبر المملكه، محطة تستعرض فيها المؤسسة الخدمات الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني في ميادين السكن والنقل والصحة والتربية والتكوين وكذا القروض. هي محطة ما قبل الأخيرة، والهدف يتلخص بالأساس في التواصل مع شريحة الأمن الوطني، أسرة الأمن الوطني من عاملين ومتقاعدين. تم إحداث المديرية، تم إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، وفي هذا الإطار وبعد انتخاب المكتب ديالها بتعليمات من السيد المدير العام للأمن الوطني توجهت هذه القافلة جميع مدن وأقاليم المملكة. الهدف من هذه القافلة هو توضيح وتفسير لجميع الأفراد ديال الشرطة مختلف التدخلات ديال مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية في ميادين متعددة. بين الناس تستنفع، راهم فيها ارملات وفيها الناس الضعاف مريثرتي ولهم ذا من الزمان، فيهم اللي يخلص اللعب 200 درهم. نشكرها لانها قامت بعمل جبار، وهذا التواصل، هذا زياره التواصل نحن نعتز بها ومهم عندنا. تأتي القافلة التواصلية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بعد مسح شامل للوضعية الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، فخلصت في الأخير إلى استعراض الخدمات المزمع تقديمها لفائدة هذه الفئة من الموظفين منتسبين ومتقاعدين أوطر ورتباء وكذا أسرهم في إطار نظام خدمات مندمج يوازي بين الأعباء المهنية والمتطلبات الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.